هي الدنيا أبدية؟ يعني قاعدين فيها ولا هي يوم وننتهي؟ نقف قدام ربنا ويسألنا ظلمنا كم واحد؟ جينا على كم واحد؟ خدنا كم حاجة مش بتاعتنا؟ يا ترى احنا جاهزين نرد؟ تعالوا نسمع رسالة. السلام عليكم استاذ محمد. انا مظلوم، نصب عليا يا استاذ محمد وانا ما كنتش مدي اخوانا. واحد معرفه جه استلف مني فلوس عشان يعمل مشروع لابنه، وقال لي بص اكتب لك بيهم ورقه. قلت له يا عم ما بين الخيرين حساب، توكل على الله انا ضمنك. عمل المشروع وعدت سنه واتنين وما شاء الله بقى معاهم فلوس كتير وربنا كرمهم. طلبت بالفلوس، قال انا ما خدتش منك حاجه. قلت له ازاي بس ما خدتش حاجه؟ وعملنا قعده وانا عشان ما اعيش ولا دليل ولا شهود وهو كلامه مترتب وكويس اتحكم اني ماليش حاجه. انا مش مسامح والله، وبقول له من هنا موعدنا يوم القيامه، موعدنا يوم القيامه، والله ما هسيبه. بس انا حزين يا استاذ محمد، حزين. معقول في ناس ممكن تنسى ان قاضي السماء لا بيغفل ولا بينام؟ شاهد على كل كلمه وكل حرف، شاهد على كل نفس. في الدنيا انت عرفت تتكلم وتنظم اوراقك وتاخد حاجه مش بتاعتك او تاكل حق مش بتاعك من غير ما حد يشوفك وتضحك على الناس بكلمتين، لكن اعرف انك عمرك ما هتعرف تضحك على ربنا يوم العرض عليه لما يسالك انت اكلت حق فلان. طلقت لسانك ساعتها هتبقى عاجزه لانك واقف قدام العدل الجبار اللي عارف اللي جواك من غير ما تصرح بيه ولا تقوله. لو نجحت انك تهرب من الناس كلها في الدنيا مش هتعرف تهرب منه لانه شايفك ومطلع عليك، وان حتى كنت في ابراج مشيده كل ده متاجل ليوم الحساب ومكتوب. ودعوه المظلوم قادره تدمرك دنيا واخره. ربنا هيقتص للمظلوم منك وقصاصه مختلف، وان كان ربنا رحيم الا انه شديد العقاب مع الظلمه والناس اللي داسوا على الغلابه والطيبين. ممكن هم ضعاف في الدنيا، ربنا هيديهم قوة في اليوم ده عمرك ما كنت تتخيلها. راجعوا نفسكوا قبل فوات الأوان، ورجعوا الأمانة والحقوق لأصحابها، وما تفرحش بشطارتك ولا بذكائك. ده حظه حلو اللي ربنا بيفوقه في الدنيا وهو لسه حي، عنده فرصة إنه يتوب، عنده فرصة إنه يقابل ربنا نضيف، يدخل جنته ويتمتع بيها.